يدا بيد نحقق النصر. فأهلا وسهلا بكم جميعا. نحن بإذن الله تعالى انطلقنا بهذه المبادرة بناء على الصحيح المنجز الذي تم من خلال اللجان التي قامت على هذه المبادرة انطلاقا من عفرين وانتهاء بإدلب. هي مبادرة واحدة بإذن الله تعالى للوصول إلى مؤتمر عام وشامل لجميع القوى الثورية بإذن الله تعالى. نقول من أجل تصحيح المسار واستعادة القرار. طبعا هذه المبادرة انطلقنا فيها من عدة أشهر تهدف إلى الوصول إلى مؤتمر تشارك فيه جميع الفعاليات المدنية والشخصيات الثورية للوصول إلى جسم يعتبر هو صاحب القرار على الصعيد الإداري الداخلي. إن شاء الله في المرحلة القريبة سيكون إن شاء الله عقد المؤتمر والانطلاق إلى بناء هذا الجسم.